الخبر الأخير اللي عندنا مشاهدي الكرام بيقول أبو حديد لدينا خطط للاستفادة من شبه جزيرة سيناء في زيادة الصادرات إلى الخارج. دكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرر تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصا لطرح 10,000 فدان بمشروع تنمية سيناء استجابة لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح طبعا ومراعاة البعد الاجتماعي للمنطقة واستبعاد الأراضي التي تمت زراعتها من المشروع في المزاد. وأضاف أن لدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء واستغلال الميزة النسبية لها في إنتاج محاصيل ذات عائد مادي مناسب لمزارعي سيناء مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكنتالوب والرمان. أيضا كمان مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي في القطاع الزراعي. على التليفون دلوقتي مشاهدينا الكرام معنا الشيخ سعيد صباح شيخ قبيلة البياضية، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. ليه تم تعليق المزاد؟ أولا أنا بمسي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الأعزاء. المزاد كان فيه نوع من الإجحاف لأبناء سيناء. إزاي؟ النهاردة في أبناء سيناء مجموعة منهم زرعوا زراعات بالجهود الذاتية عبارة عن بير ارتوازي في الأرض، وزرع وانتج منه الزيتون وتين ورمان واللي هي الخضر الخيار والطماطم وكذا. الكراسه فيها تجاهل للناس دول. الحاجه الثانيه كان المرحله الاولى اللي في هي في شروط معينه تم مراجعتها حاج سعيد. ايوه فندم. ايه الشروط اللي انتم مش متقبلينها؟ ايه يعني اللي انتم رفضتوه في هذه الشروط؟ يعني اول شرط يعني عيب حتى يتكتب في الكراسه ان انا لازم اجيب ما يثبت ان عندي جنسيه مصريه. الحاجه الثانيه لازم ادفع تامين 25,000 جنيه ل 10,000. طب هي البطاقه مش كافيه يا حاج سعيد؟ ما هم في الكراسه مش مكتفين بالبطاقه، عايزين شهاده من الجوازات. احنا طالبنا قلنا الرقم القومي ده خير دليل على الجنسيه المصريه. يعني هي مش محتاجه؟ نعم. الحاجه الثانيه ان المكان اللي هو بيعمل عليه المزاد مش مذكور في الكراسه، مش معروف. يعني انا بزايد على نسبه 10% على الماخذ وانا مش عارف النمره كام جنب الماخذ بعديه قدام ورا، مش بتحدد المكان. تمام. بعد كده الوضع اليد احنا كنا متفقين ان وضع اليد اللي هو المقنن اللي الناس زارعه ده يستبعد من المزاد. نعم. فطبعا الكلام ده ما كانش وارد في الخريطه، فاحنا النهارده قعدنا مع معالي الوزير كان الساده النواب السابقين وشيوخ من القبائل وعرضنا عليه مطالبنا، ومعالي الوزير مشكور سمعنا كويس وكان هناك. طب بعد عمليه القرار بتعليق العمل بالمزاد تتوقع ايه المفروض اللي يحصل او ايه اللي هيتخذه بقى الوزير؟ يعني انتوا كنتوا قاعدين مع بعض في اجتماع. الوزير اتخاذه ان هو هيجي يزور المكان يا يمكن الاربع او الخميس، هيشوف المكان على الطبيعه. لان المعلومه اللي واصله معالي الوزير ان غالبيه الارض دي مش مزروعه. نعم. اللي بيخطط برضه معلش ما عندوش درايه بان الاراضي دي فيها ارتفاعات ومنخفضات. يعني نتوقع ان شاء الله ان زياره الوزير دي هتكون طبعا يعني هي كلها تمهيد لتعديل الشروط اللي هي مش بترضيكوا انتوا اهالي سيناء. لا لا لا، هو معالي الوزير استقبلنا كويس واستمع لنا كويس وقال انتوا الجزء الغالي علينا. واحنا والحقيقه الجزء ده غالي علينا كلنا. شيخ سعيد صباح شيخ قبيله البياضيه شكرا ليك يا فندم، وهنتابعك طبعا ان شاء الله بعد زياره الوزير ليكوا وهنشوف ايه اخر اخبار هذه الشروط الغير منطقيه طبعا في كراسه المزادات.